بها الرسالة والأم. وفي 27 من رجب سنة 583 للهجرة، كان استرداد المسلمين لبيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من بعد انتصاره الباهر في معركة حطين، حيث دخل القدس الشريف وصلى الجمعة في المسجد الأقصى بعد 88 عام من الاحتلال الصليبي لبيت المقدس. وفي 30 من رجب سنة 922 للهجرة، بزوغ فجر الدولة العثمانية بعد انتقال الخلافة الإسلامية من المتوكل على الله آخر خلفاء الدولة العباسية إلى السلطان سليم الأول أول خلفاء الدولة العثمانية. شهر رجب أحداث فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية. مبارك عليكم.